أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. الهيئة نت ضمن ممارساتها القمعية، القوات الحكومية تعتقل العشرات من المتظاهرين وسط العاصمة. العرب اللندنية مرجعية النجف تتواطأ مع ميليشيات بطشت بالمتظاهرين العراقيين. وفي موقع كتابات، الحكومة تنتقم من الصحفيين والنشطاء لنقلهم التظاهرات أونلاين. وفي صحيفة الشرق الأوسط، ممثل خامنئي في الحرس، أمريكا تسعى لتدمير الحشد. عربي 21، واشنطن لن ندعم عمليات تركيا شرق الفرات، وأنقرة تعلق. وفي صحيفة القدس العربي، خامنئي: الأعداء يسعون لإثارة التفرقة بين إيران والعراق. وفي صحيفة العربي الجديد، العراق سباق لإخماد التظاهرات والتضحية بالحكومة أول الخيارات. نبدأ من مظاهرات العراق، إذ يقول الكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية أنه لا مخرج للأزمة المتفجرة حاليا سوى باعتراف علني لقادة النظام السياسي وأحزابه بالفشل، وأن يتولى المسؤولية السياسية من أثبتت التجربة حرصهم على بلدهم عبر مشروع التغيير. هناك لعبة مزدوجة تجري اليوم على هامش حركة انتفاضة شباب العراق ذات جانبين محلي وخارجي إيراني، الهدف منها قمع إرادة الشعب العراقي وتغيير الوجوه وليس المنهج. الجزء الأول منها يهدف إلى إزاحة عادل عبد المهدي الذي يصارع من أجل البقاء في السلطة معتمداً على ما يعتقده دعم المرجعية الشيعية له، رغم تخلي الجناح البرلماني الكبير مقتدى الصدر عنه، ويظهر على مسرحها كل من نور المالكي البطل المنقذ للعملية السياسية وحيدر العبادي رغم ابتعاده عن طهران التي عاقبته. أما الجزء الثاني فهو إيران التي لا تسمح بأي تحرك شعبي يرفع شعار إيران برة برة ويواجه هيمنتها في العراق التي تشكل الجزء الأكبر من المشكلة العامة في العراق، وهي لا تتردد في قمع شباب الانتفاضة وسحقهم، ولا يهمها أن تجعل من شوارع بغداد نهراً من الدم. لكن ما حصل لاستيعاب الانتفاضة عقد المشهد أكثر، فبرزت الأحصنة المتعبة الفاشلة لتلعب دور المنقذ والمصلح للعملية السياسية بتوافق ليس غريباً بين رموز من الخاسرين والفاشلين ورموز الاستبداد لفترة ما قبل عبد المهدي، في تبني غير صادق لدعم الانتفاضة الشبابية وطرحهم لمشاريع هي عبارة عن تكرار لذات الفشل والخضوع لاستحكامات هيمنة الأحزاب الشيعية الكبرى المرتهنة لطهران. قد تتمكن سلطة الحكم وأحزابه وبمساندة الميليشيات المسلحة من إيقاف المظاهرات عبر أساليب وأدوات القمع والقتل وقطع الإنترنت ومنع التجوال التي لا تمت بصلة للنظم الديمقراطية واستخدام القناصة في اصطياد الشباب الثائر، لكنها لن توقف الانتفاضة الشبابية. أيضا كتب عريب رنتاوي مقالا في موقع الحرة عراق، جاء فيه: العراق إذ ينتفض طلبا للكرامة والسيادة والقرار المستقل، فقد تخطت انتفاضة العراقيين مثيلاتها المندلعة بأشكال مختلفة وبتوقيت متزامن في عدة بلدان عربية، بما استنبطته من دلالات ومعان تتجاوز الجغرافيا العراقية إلى الإقليم برمته، حيث يتداخل البعد الوطني للانتفاضة بأبعادها الإقليمية والدولية. حيث المشتركات تلتقي الانتفاضة الشعبية العراقية بكثير من المشتركات،
مع انتفاضة السودان والجزائر والاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات التي شهدها لبنان والأردن ومصر والمغرب مؤخراً، حركات شبابية بمشاركة نسائية كثيفة عفوية وليست مرتبطة بأي جهة منظمة، اعتمدت السوشيال ميديا كأداة للتعبئة ووسيلة للقيادة والتنظيم، مطلبية في جوهرها سرعان ما تتحول إلى الشعار السياسي، عابرة للهويات الفرعية من مذهبية وطائفية وعرقية، حركات شعبية واسعة تسعى في إنتاج قيادتها الشرعية في غياب قيادة معترف بها. لقد أسقط أصحاب نظرية المؤامرة وغرف العمليات السوداء من حساباتهم عن غرض وبسوء نية أن انتفاضة العراقيين الجارية ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة. حصل في العام 2015 أن انتفض الشارع العراقي في وجه حكومة الدكتور حيدر العبادي، لكن الظرف الإقليمي كان مختلفاً وتميز بتوقيع الاتفاق النووي مع طهران. نسي هؤلاء أو تناسوا أن الانتفاضة تدور في المدن والمحافظات المحسوبة على البيئة الحاضنة للقوى الشيعية المحسوبة على إيران والمستقلة عنها سواء بسواء، فهي أقل اتساعاً في مناطق العراقيين السنة وتكاد تكون معدومة في إقليم كردستان. من السابق إلى أوانه الجزم بالحصيلة النهائية للحراك السياسي والشعبي في العراق، فالانتفاضة ما زالت مستمرة وتكتسب زخما إضافيا وترغم الحكومة على التراجع عن بعض قراراتها، لكن ثمة محاولات للتهدئة وإبقاء الحال على حاله والاكتفاء بتقديم المزيد من الوعود والقليل من المكتسبات، وهذا ما تفعله حكومة عبد المهدي. ثمة حراك جماهيري عظيم يشهده العراق، وهو البلد الذي كان يظن الكثيرون أنه بعيد عن الالتحاق بمسيرة الانتفاضات الشعبية العربية، ولكن الأحداث تظهر يوما بعد يوم أن الصراع بين الشعوب وبين الأقليات الحاكمة منذ دولة الاستقلال في المنطقة لن يتوقف لا زمنيا ولا مكانيا حتى يحسم الصراع لمصلحة أحد الطرفين، وفقا للكاتب فراس أبو هلال في مقاله بموقع عربي 21. أولا، أسقطت الانتفاضة الحالية البعد الطائفي والمناطقي الذي كان يسيطر على الحركات في السنوات السابقة. لم يكن الحراك هذه المرة جنوبيا شيعيا ولا أنباريا سنيا ولا مرتبطا بفصيل واحد مثل احتجاجات أنصار الصدر عام 2016، بل هو حراك عابر للمدن وللطوائف وخارج عن الارتباطات الحزبية والميليشياوية، ويرسل الحراك من هذا النوع رسالة واضحة للحكومة بأنها لم تتمكن من عزله باتهامه بالطائفية والحزبية، كما أنها لن تتمكن من القضاء عليه من خلال ادعائها تمثيل طائفة معينة ضد الحراك. ثانياً، كان المحرك الأساسي للحراك الجديد هو الفساد. بعد أن أصاب الإفقار والتهميش جميع العراقيين باستثناء الأقلية المستفيدة من الحكم، وهذا يوجه رسالة للحكومة وللميليشيات التابعة والحامية لها بأن الشعب لم يعد معنياً بالصراعات السياسية المصطنعة، خصوصاً مع انتهاء الحرب على تنظيم الدولة وسيطرة الحكومة على كافة أراضي الجمهورية، وبالتالي فإن محاولات الحكومة وميليشياتها تحويل النقاش للصراع مع عدو خارجي لم يعد ممكن، بل هي الآن في مواجهة الشعب وجهاً لوجه، ولا يمكن لها أن تحل أزمتها إلا بالاستجابة للجماهير وعزل نفسها. إن الانتفاضة العراقية المجيدة ترسل رسالة واضحة للمشاركين في العملية السياسية بأنهم فشلوا في بناء حكم ديمقراطي رشيد، وأنهم لا يمكن أن يستمروا بنفس مسار العملية السياسية التي فشلت منذ الاحتلال بتحقيق العدالة والكرامة للشعب العراقي. بعد موقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأول الذي امتشق سيف السلطة مهدداً به المحتجين
والذي يمكن اعتباره مسؤولا عن حمام الدم الوحشي الذي أغرق العراق خلال الأيام القليلة الماضية. أظهرت الحكومة فجأة تراجعا في طريقة التعاطي مع الاحتجاجات، مصدرة على دم القرارات لامتصاص الغضب الشعبي العارم، ولكن هل تكفي؟ هكذا جاءت افتتاحية القدس العربية. بسبب الطبيعة الفاسدة للنظام العراقي، فمن شبه المؤكد أن أغلب هذه القرارات سيتم التلاعب بها، وربما ستفتح أيضا مجالات التلاعب والاختلاس والابتزاز للمتنفذين والممسكين بقرارات الحياة والموت في العراق من أجهزة أمنية وميليشيات مسلحة. تعتبر القرارات على أي حال تعتبر شكلا من الإقرار بالمسؤولية وتقبلا لضرورة العمل على حل الأزمات المستعصية التي تتناهب العراق، وهو أمر يفترض الترحيب به، خصوصا حين يقارن بمواقف أنظمة عربية أخرى تتمسك بالحلول الأمنية الوحشية حتى النهاية، كما ترفع الحجج البائسة حول المؤامرات الخارجية التي ترسمها أمريكا وإسرائيل. إذا كان النظام مصنفاً على المحور الإيراني كما هو حال النظام السوري، ينبع موقف المنظومة العراقية من كونها على مستوى الدستور مؤلفة من قوى سياسية يفترض أن تعبر عن مصالح متعارضة للفئات التي تمثلها، على عكس منظومات عربية أخرى تكون فيها الحكومات والبرلمان والقضاء والإعلام كتلة صليدة متماسكة تحكمها الأجهزة الأمنية مباشرة، كما هو الحال في السعودية ومصر وسوريا. وإذا كان هذا الهامش الديمقراطي يسمح للضغط الشعبي الكبير بالتأثير على بعض القوى ويزحزح مواقعها في النظام، في نظام المحاصصة، بحيث نسمع تصريحاً من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يطالب بإعلان أسماء حيتان الفساد، فإنه من جهة أخرى لا يستطيع أن يزحزح الوقائع الراسخة التي تسير هذه المنظومة، ومنها واقعة الوجود الإيراني المقرر في السياسة العراقية. لهذا المعنى فأن الديمقراطية العراقية هي حرية الفرد العراقي في انتخاب من سيسرقونه وكذلك من سيقتلونه في حال ثار عليهم. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن حجم الاحتجاجات في العراق فاجأ الحكومة في بغداد. وفي تقرير أعدته إليس جي روبن، قالت إن التظاهرات التي خرجت في المدن العراقية الأسبوع الماضي تطالب بإنهاء الفساد الحكومي والبطالة وتوفير الخدمات الأساسية، وجدت الحكومة نفسها أمام وضع لم تحضر نفسها له. وترى الصحيفة أن التظاهرات هذا الأسبوع التي خرجت بالآلاف في شوارع المدن العراقية من الجنوب إلى بغداد كشفت عن حالة اليأس التي وصل إليها العراقيون وعجز الحكومة الدائم عن تقديم الإصلاحات التي وعدت بها. وتذكر التظاهرات الأخيرة أن العراق الذي لم يعاني أبداً من الربيع العربي أو تمرد شعبي لديه الشرطة دربت على التعامل مع الإرهابيين، ولكنها لا تعرف التعامل مع الجماهير السلمية. وقال إبراهيم أحمد يوسف البالغ من العمر 34 عاماً الذي أصابته رصاصة في عنقه: لقد خرجت إلى الشوارع مطالباً بالإصلاح في بلدي والتخلص من المافيا التي سرقت البلاد لأجد نفسي أمام الشرطة التي عاملتني بوحشية. وأضاف: نحن متظاهرون سلميون، ولكن قوات الأمن عاملتنا بوحشية وقسوة وكأننا حيوانات وليس بشراً يطالبون بحقوقهم. وتعلق الصحيفة أن المعاملة القاسية للمتظاهرين تعطي صورة أن قوات الأمن حصلت من القيادة على مساحة لاتخاذ كل ما لديها من قدرات لوقف التظاهرات، مما يكشف عن عدم جاهزية الحكومة للرد على مطالب مواطنيها. وتضيف الصحيفة الأمريكية بأن تظاهرات اليوم تمثل قطاعات متعددة من المجتمع العراقي، ولأن كل محافظة لديها مطالبها فليس هناك قائد واضح لها للتفاوض نيابة عن المظلومين.
حتى بالمقاييس العراقية كان العنف المفرط الذي استخدمته السلطات العراقية في تعاملها مع التظاهرات السلمية التي تجتاح العراق صادمة. فمنذ انطلاق التظاهرات في اليوم الأول من شهر تشرين الأول الحالي، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي وأدوات القمع الأخرى ضد المتظاهرين العزل عن انتفاضة تشرين، كتب رافد جبوري في صحيفة العربي الجديد. لم تكن التظاهرات مقلقة فقط لحكومة عبد المهدي، وإنما أيضا لكل الأحزاب والقوى المتحكمة في العراق، فقد هتف المتظاهرون منذ التظاهرة الأولى في ساحة التحرير وسط بغداد بشعار الشعب يريد إسقاط النظام، فيما واجهتهم قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي ليبدأ عداد الضحايا بالتصاعد مع انتشار التظاهرات إلى مدن الجنوب العراقي، حيث معظم السكان من المسلمين الشيعة الذين تدعي الأحزاب الشيعية المسيطرة على الحكم في العراق تمثيلهم. كان خطاب رئيس الوزراء عبد المهدي الذي تم بثه في الثانية صباحاً يوم الجمعة بتوقيت بغداد مخيباً لآمال المتظاهرين، فلا هو أعلن استقالته ولا قدم خطة حل ترضي الجماهير الغاضبة، كما جاءت خطبة صلاة يوم الجمعة من ممثل المرجع علي السيستاني بصيغة تؤيد التظاهرات، لكنها طالبت الحكومة والنظام السياسي بالإصلاح قبل فوات الأوان. جاءت تظاهرات أكتوبر الحالية لتسقط هذين العائقين، فتظاهرات بغداد ضمت عراقيين من مختلف الانتماءات ورددت مطالب بالإصلاح يريدها عراقيون من كل الانتماءات يشعرون بالاغتراب والتهميش مع نظام سياسي لم يقدم لهم حياة كريمة في بلد يملك ثروات كبيرة. وبينما يستمر العنف من قتل للعشرات وجرح للآلاف واعتقال للمئات، ليصل النظام السياسي الذي قام بعد عام 2003 في العراق وينادي المتظاهرون بسقوطه إلى أزمة مشروعية هي الكبرى في علاقته مع الشعب. استنكر مركز مترو المستقل للدفاع عن حقوق الصحفيين استهداف مسلحين مجهولين لمكاتب ووسائل الإعلام على مدار اليومين الماضيين في هجمات يبدو أنها كانت منسقة للحيلولة دون تغطيتها للاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال مصدر أمني السبت الماضي في بغداد إن مكاتب ثلاثة قنوات تلفزيونية في العاصمة بغداد تعرضت لهجمات منسقة على مدى يومين من قبل مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى فصيل مسلح مقرب من إيران على خلفية تغطيتها للاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأوضح المصدر أن الهجمات المنسقة طالت مكتبي NRT وقناة العربية، وقناة NRT هي مملوكة لزعيم حزب حراك الجيل الجديد شاسور عبد الواحد، حيث يقع مكتب العربية NRT في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. وقد ألحق مسلحون أضرارا مادية بممتلكات المكتبين. الحكومة في بغداد تريد حجب المعلومات عن المواطنين كما قال الموقع، وهذا دليل على العنف الممارس ضد المتظاهرين. والآن إلى الكاريكاتور.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.